السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ديالي. المهم فرحانه البنات حيت كنتلاقى بكم هذا النهار في نهار جديد وفيديو جديد. صراحه ما كنتش ناويه نهائيا باش نصور لكم هذه العشيه، كنت غير جالسه متكيه هنايا باقا الماطا ديالي باقا حدايا. يلا هدوشت ونشفت شعري وجيت هكا باش نتكى واحد شويه، وهو عيط ليا راجلي قال لي بانه دارهم يعني والديه جايين عندنا غادي تعشاو عندنا. عيط ليهم قال لهم جيو تعشاو عندنا، والصراحه ما في بالي حتى شي حاجه، ما يعني ما كانش في بالي قبل ولا ما موجده حتى شي حاجه، حتى دابا عيط ليا قال لي باش توجدي العشاء دارنا غادي يجيو، يعني غيجيو خوتو وغيجيو والدي وهذا. واخا حنا يعني انا ساكنه غير حدا كوست يعني حيت دارها حدايا، ولكن ما كنتشوفوش بزاف د المرات حيت كما قلت لكم هي كعيا ماشي شويه ما كتقدرش تجي لعندي، وحتى انا وقت ما سمحت لي الظروف كنمشي عندها وكنشوفها وكنزورها. وهاد الايام انا ما كنتش في الدار، كنت في الدار عند الوالده وكنت يعني طولت شي شويه تمايا، داكشي علاش شحال هذا ما شفناش بعضياتنا، وقلنا علاش لا اليوم ما نتجمعوش ونتعشاو هكا مجموعين، خصوصا ان الويسي صغار يعني كيكونوا كيقراو وما كنشوفهمش تقريبا الاسبوع كله حتى الويكاند، عاد كنتلاقاو هكا وكنضحكوا كندوزوا وقيتة اللي زوينه. وقلنا اليوم غادي نتجمعوا ان شاء الله في العشاء. المهم العشيه تقريبا شحال هذه السبعه هذه، ومازال البنات ما وجدت حتى شي حاجه، والله العظيم مازال ما درت حتى شي حاجه. المهم يلا تقدا لي راجلي جاب هكا غير شي حويجات بسيطة باش نديرو العشاء، غالبا غادي نصايب هكا شي حاجه شي حاجه عاديه، شي حاجه حلوه وشي حاجه مالحه العشاء راكم عارفين، حيت اصلا والدين راجلي ولا عائلته راه ماشي يعني غرابي لي، راهم مالين الدار بحال جاو عندي والديا ولا خوتي زعما راه عادي راه بحال مالين الدار. صافي دابا يلا هو معايا الكوزينه غنجمعو هاد الشكاكه هي الاولى، يلا زعما فرحت بها يلا صايبتها. ها انتوما البنات يلا صايبنا الشعر كيف قلت لكم غنجمعو هاد الشعر وندخلو الكوزينه باش نبداو نوجدو العشاء، ويلا هو معايا. وهنايا دخلت الكوزينه باش نبدا نوجد العشاء كما قلت لكم. المهم اول حاجه كما كتشوفوا معايا هنايا جاب لي راجلي الدجاج، وخصني ضروري ما نقيه هكا ونغسلو مزيان عاد نمشي باش نطيبو. المهم هنايا عندي تقريبا واحد الدجاجه كبيره اللي غادي نوريكم الطريقه ديالي كيفاش كنقيها ولا كنقطعها ملي هكا كنكون يعني باغاها مقطعه، والطريقه كيفاش كنغسلها وانا يعني ما باغاهاش مقطعه. المهم بالنسبه لهاد الدجاجه قلت للزوج ديالي باش يجيبها هكا ما مقطعاش، لحقاش انا اللي باغا نقطعها على طريقتي فاش كنعطيوها هكا للجزار، ما يعني داك التقطع اللي كيدير صراحه ما كيعجبنيش، ما كيفصلش ليا كل حاجه بوحدها، كنحاول انني يعني نقول ليه دائما يخليها ليا انا نقطعها بالطريقه ديالي. المهم هنايا كما كتشوفوا كنجيب هكا هاد القطاعه مخليها هكا خاصه غير بالتقطاع ديال الدجاج فقط، ما كندير فيها على خضره لا حتى شي حاجه. المهم اول حاجه كنقيها من الوسط، كنحيد غير هذيك الكبده وديك القلب وداكشي اللي كيكون فيها في الوسط، وكنبدا نقطع فيها يعني ما كنغسلها ما حتى شي حاجه. فكندير هذه الطريقه الا كنت باغا الدجاجه مقطعه، ولا الا ما كنتش يعني باغاها مقطعه ديك الساعه كنغسلها وهي يعني مازال مجموعه. المهم اول حاجه كنديرها كنفصل الدجاجه، يعني كنحيد ليها هكا الفخيضات ديالها هما الاولين، كنقطعهم هكا طريفات صغار كما بغيت انا، من بعد كنحيد الجناوح ديالها عاد كنقطع الوسط. هكا كتكون طريقه سهله ما كتاخدش معايا بزاف ديال الوقت. هنا كتشوفوني كنتحارب مع داك الموس لحقاش حافي كنبغى نقطع بيه والو ما بغاش يقطع ليا. واحد الحاجه انا البنات ما كنحملش الجلده ديال الدجاج، ما عرفتش علاش كتجيني بحال شي حاجه من الاوساخ حتى هي خصني ضروري نحيدها، كنخليها غير في دوك الفخيضات والجناوح فقط، اما الصدر وداكشي كله كنحيد ليه ديك الجلده. المهم هنايا غادي نحاول نهز واحد الموس اخر باش نقدر هكا نقطع به مزيان، وغادي نحاول نفصل هاد الدجاجه. هانتوما تشوفوا معايا الطريقه كيفاش كندير ليها.
نقطع يعني هذيك الدجاجه كامله كما شفتوا معايا البنات، حاولت نفصلها كامله، نقطعها كغير طريفات صغار لحقاش غادي نصيب بها طنجيه. من بعد هنايا خديتها ودرتها بشويه ديال الماء، غادي نزيد عليها هذا الخل ديال الحامض، غادي ندير واحد الكميه اللي كبيره يعني، ومن بعد غنزيد شويه ديال الملحه، غادي نرقد فيها هاد الدجاج نخليها تقريبا نص ساعه حتى ساعه، عاد من بعد كنعاود نغسلو جوج ديال المرات باش يحيد ليا منه يعني هذيك الملوحه ولا هذيك الحامض اللي درت فيها كله. عاد كنشف يعني هذاك كنشف هذاك الدجاج اللي عندي، كنحطو في شي حاجه كيتسقطر. ومن بعد هنايا كما شفتوا معايا جيت باش كنصب العشاء. المهم غادي ندير اليوم الطنجيه، غير هو الطنجيه على طريقتي انا، كل واحد وكيفاش كيدير ليها. بالنسبه لهاد الطنجيه انا كندير فيها يعني العطريه تقريبا كامله، كاين اللي ما كيديرش فيها العطريه. المهم هنا كما شفتوا معايا خديت الدجاج، درت شويه ديال الخرقوم، شويه ديال المروزيه ديال الدجاج، وزدت المكون الاساسي ولا الرئيسي هو الكمون واحد المعلقه كبيره، واحد شويه ديال الابزار، غادي نزيد شويه ديال الثومه والحامض مصير داك المعسل كيجي فيها رائع البنات. ما غاديش ندير الملحه نهائيا لحقاش ديجا هذاك الحامض مصير فيه الملحه صافي. واكيد راه درت شويه ديال الزيت بلديه في الاول، غير بالنسبه للبنات اللي غايقولوا لي لا ماشي هذه الطريقه ديال الطنجيه، انا عارفه البنات حيتاش الطنجيه كتكون فيها غير الثومه والكمون والسمن فقط. المهم انا هادو غير اضافات كنديرهم من عندي وكيجيو لذاد. كما قلت لكم كل واحد والطريقه ديالو كيفاش كيدير ليها. وبالنسبه للطنجيه راه ما كتشحرش البنات، حدي انني درت هاد المكونات كاملين وسديت عليها البوطه ولا سديت عليها كوكوت سمحوا لي، وزدت ليها الماء اللي غادي يطيب فيها. ومباشره هنايا جيت باش نصايب معاكم واحد الطبق ديال الروز يعني بطريقه حلوه. انا نوريكم الطريقه ديالي كيفاش كندير ليه، صراحه كتجي لذيذه بزاف وزوينها، كتقدروا ديروا شي حاجه مغايره على السفه العاديه اللي موالفين كنديروا. المهم هنايا خديت واحد الكميله ولا كوكوت ولا اي حاجه ودرت فيها شويه ديال الزبده، خليتها يعني حتى دابت ليا هكا شويه الزبده، ومن بعد خويت فيها داك الروز ديالي اللي اكيد نقيته وشللته ودرته فيها. المهم هنا كما كتشوفوا معايا كنحرك هكا شويه بشويه بحال كنحاول نقلي هذاك الروز ديالي في ديك الزبده اللي درت في الاول، حتى كيحاول ولا حتى كيرجع لي هذاك اللون ذهبي يعني كيولي شويه غادي للذهبي كما كتشوفوا معايا. هنا كنبقى كنحرك يعني تبقاو كتحركوا باش ما يتحرقش لكم داك الروز ويولي كحل. تقريبا غير واحد المده ديال 5 دقائق ولا 4 دقائق هكاك صافي كيكون واجد، كيعطينا واحد اللون بحال ذهبي شويه. عاد من بعد كنزيدوا ليه الماء، الكميه اللي غادي نديرو هي جوج الاضعاف ديال هذا الروز. مثلا درنا زلافه ديال الروز غادي نديرو 3 زلايف ديال الماء باش يطيب فيها ويجينا يعني شارب ويجي هو هذاك في الطياب. من بعد زدت شويه ديال الملحه وغادي نزيد عليهم القياس ديال الماء اللي غادي يقدني. انا كندير هكا العبار عيني ميزاني يعني ما كنعبرش بالزلافه ولا بشي حاجه، لكن ما كتشوفوا معايا كنحاول نحرك. هاد الطريقه اللي كندير البنات ديال الروز كتخلي لينا الحبه ديال الروز ما كتجيش معجنه سمحوا لي، كتجي كل حبه مفروقه على اختها، وحتى كيعطي واحد المذاق لذيذ بزاف لهذيك الزبده فاش كنقليو فيها داك الروز في الاول، كيعطينا واحد المذاق اللي رائع. جربوا هاد الطريقه وكيجي الروز بحال مفور يعني ما كيجيش كانه مسلوق، بالعكس كيجي بحال فورطوه. هنايا كناخد شويه ديال المشمش اللي قطعته وغادي نديرو حتى هو، غادي نخليه حتى هو يتسلق مع هذا الروز صافي. من بعد مني كيشرب لينا داك الماء تحاولوا ما تطفوش عليه حتى كتحسوا بداك الروز ديالكم صافي شرب داك الماء 100%. وهنايا كنزيد واحد العويه ديال القرفه، هذا غير اختياري حتى هو كيعطي واحد المذاق اللي زوين. وهنايا كما شفتوا معايا كنشارك معاكم هكا الروز من بعد ما صافي تقريبا راه قرب ينشف ليا من داك الماء ديالو، كتشوفوا الحبات ديال الروز كيكونوا مفروقين على بعضياتهم. بالنسبه لهذا الروز اللي استعملت انا البنات الروز كلاصي يعني نوعيه جيده اللي خاصه هكا غير مثلا بالشلايد ولا بالسفه كتجي لذيذه بزاف. ومن بعد ما طاب ليا هذاك الروز كما شفتوا معايا وشرب داك الماء مزيان عاد طفيت عليه، هنا كنحاول ناخذه وزدت ليه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وكندوبها فيها كامل الداخل باش يعطينا واحد المذاق اللي لذيذ بزاف. هنا خديت السكر كلاصي، بالنسبه للسكر ديروا نتوما الكميه اللي بغيتوا على حساب الذوق ديالكم يعني كل واحد والحلاوه اللي كتعجبو. انا تقريبا غندير 3 المعالق غادي يكونوا كافيين، غادي ندير شويه ونخلط. المهم انا كنخلط وانا كن
الفندق باش نشوف الحلاوه، يعني باش ما يكونش حلو بزاف. وهنايا عندي في الجنب هذوك لي فخوي كونفي اللي غادي نديروهم من الفوق، غادي نحاول نزين بهم هكا من الفوق هكا باش يعطيوني واحد الديكور لي زوين. كيما شفتوا معايا كديروا شويه سكر كلاصي وانتم كتخلطوا باش يدوب لكم، يعني ما حدو سخون، ما ديروش فيه هو بارد لحقاش كيبقى بحال كيتغزز هكا شي شويه، من الاحسن ديروا فيه هو سخون. صافي دابا غادي نخليه على جنب حتى يبرد ليا تماما، عاد غادي نحطه في طبق التقديم لحقاش هذا الروز كيبغي يعني يتكال هو بارد، ما كيبغيش يتكال هو سخون. صافي غادي نخليه بحال هكا، من بعد غادي ندوز باش نصيب معاكم هكا شليضات سخونين اولا الخضيره اللي صيبت في الاول باش غادي نشرملها. المهم غادي ندير ليها غير تشرموله عاديه وديال الزربه كما قلت لكم. هذا الوقت راني مسابقه مع الزمن، يعني جاوا مالي الدار وجاوا العائله وكلشي وانا مازال كنوجد. المهم هنا خديت واحد المقله درت فيها شويه ديال الزيت بلديه وشويه ديال الثومه اللي حكيتها، بالنسبه لهاد الشرموله كتجي زوينه بزاف. وهنايا شويه ديال الربيع، غادي نخلط هذا الشيء كله وغادي نزيد ليه هذاك الخيزو ديالي اللي خديته فورته وقطعته هكا شرائح طوال. المهم نتوما قطعوا كيما بغيتوا، انا درته على هذا الشكل وكنحاول يعني ندوزو غير في هذا العطريه ولا في هذا الحويجات اللي صيبت. غنزيد عليه معلقه ديال الكمون، نفس الشيء غادي نديروا البطاطا حتى هي، وغادي نرافقوا مع هذيك الطنجيه ديالي اللي في هذا الوقت راها طابت وجات معلكه. بعد ما كملت العشاء كما شفتوا معايا البنات، المهم هنايا جيت كنوجد طبيله. المهم في هذا الوقت راه كانوا العائله صافي جاو وجالسين كيتسناو العشاء، صراحه جاو مع الوقت نيشان. يلاه كملت العشاء وبديت كنوجد الطبله وهما يدخلوا. هنا كما كتشوفوا كنحط هكا الطبيصلات، كنحط لي سيرفييت الفرشيطات، المهم كنوجد طبيله وصافي هكا ديال العشاء. طبيله عاديه غير هي فيها واحد اللمه عائليه، وكما قلت لكم واحد صله الرحيم اللي كنحاولوا دائما باش ما تقطعش وتبقى دائما كاينه. المهم صافي غادي نكمل هذا الشيء، وخليت بنت خالتي حتى هي معاوناني، وهكذا كتجي العشيوه ديالنا من بعد ما طابت. المهم هذيك الطنجيه البنات جات كتحمق والله العظيم، صدقوني بهذه الطريقه اللي درت ليها جات زوينه بزاف ومعلكه كما كنقولوا. ورافقتها هنايا بهذا الخضار اللي سطيت معكم، درت لهم ديك الشرموله. المهم كلشي عجبهم الطريقه ديالي في الطنجيه، لحقاش هنايا الناس ديال هنا ما كيديروش نهائيا هذا الطبق ديال الطنجيه وما كيعرفوش حتى اشنو هو. وهنا كما شفتوا معايا زينت هذيك السفه ديالي بشويه ديال اللوز. المهم من بعد ما تعشينا البنات، المهم هنايا بنت خالتي هي اللي تكلفت ليا بالكوزينه، جمعت لي هكا المعان وغسلتهم وطرفات الدنيا. كتعرفوا انا فيا فوبيا، ما نقدرش نخلي الروينه تصبح ليا، خصوصا هكا الا كان عندكم شي حد كترون الدنيا كيكون بزاف ديال الشقا. داكشي علاش تعاوننا وجمعنا الدار قبل ما ننعسو. المهم البنات مضاربه مع ادم والو ما بغاش ينعس، قال لك والو هو هاد الليله من الساهرين صافي. تقريبا راه شي 12 ديال الليل هادي ومازال حتى ما نعسش، ما بغاش ينعس ليا كما شفتوا معايا. المهم جمعنا الدنيا كلشي، تعاوننا انا وبنت خالتي وخليت لها هي المعينات كتغسلهم، وجمعتها انا هنايا انايا وطرفت كلشي. المهم كنتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم، كنتمنى انكم دوزتوا معايا عشيه زوينه. صراحه عييت والله العظيم الا بقيت غير جرجره من هادي، ولكن الحمد لله كلشي داز مزيان. تعشينا مع بعضياتنا، ضحكنا، دوزنا هكا وقيته اللي زوينه. كنتمنى ان الوصفات اللي عطيتكم اليوم تجربوهم، وخصوصا البنات هذيك السفه جات غزاله، جات لذيذه بزاف والله العظيم، كلشي عجبتهم. وحتى انا شخصيا كتعجبني بحال هكاك حسن من هذيك ديال الكسكسو ولا ديال الشعريه العاديه. هذه يعني شي حاجه اللي مغايره على داكشي اللي كنديرو دائما. كنتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي كيفاش جاتكم في لي كومونتير. المهم البنات هنا غنسد معكم الفيديو ونقول لكم السلام عليكم، حتى شي فيديو جديد ان شاء الله.